إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته مع حلقة جديدة من حلقات نوابغ مصرية. والنهاردة وصلنا لمحافظة الشرقية، بنرحب بالمنشدة هاجر عمر. أهلا بيك يا هاجر. أهلا بحضرتك. منورة الدنيا ومشرفانا النهاردة. ربنا يكرمك. نور حضرتك. ربنا يحفظك. وهاجر ما شاء الله عليها، عندها صفحة باسمها على السوشيال ميديا فيها أعداد كبيرة ما شاء الله، وهي متألقة في مديح الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، بتقول أناشيد في مدح حضرة النبي وفي حب الله وفي حب الوطن وفي حب مصر، وهنسمع منها النهاردة إن شاء الله. قولي لي الأول يا هاجر، أنت بدأت الإنشاد وأنت عندك كم سنة؟ بدأت تقريبا من وأنا عندي 9 سنين. كان بقى في إطار المدرسة، الإذاعة المدرسية، حفلات، حاجات زي كده. أنا بحب الإنشاد أصلا، أنا بحب أسمع أكتر ما بحب أنشد عامة يعني. فلما كبرت يعني جربت بقى على السوشيال ميديا أشوف الناس هتتقبلني أو لا. بدأت من 2 سنين والحمد لله كان في إقبال كتير، يعني لدرجة كان في أناشيد عندي بتبقى ترند لفترات كبيرة الحمد لله، ما شاء الله. جايبة يعني عشرات الملايين المشاهدات الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك ويوفقك. إنما الانتشار على السوشيال ميديا كان من خلال 2 سنين بس. سنتين يعني، من 2 سنين انتشرتي بقى على السوشيال ميديا وبقى ليكي صفحة وبتنشدي عليها ما شاء الله. أيوة الحمد لله، ربنا يوفقك. طب هتسمعينا إيه بقى في حب الحبيب كده؟ هو اللهم صل عليه. إحنا أنا برضو في الإنشاد حبيت يعني أنوع شوية، بحب المدح وبرضو فكرت مثلا الأناشيد الاجتماعية برضو ندخلها في إطار ديني كويس. يعني مثلا لو هننشد للأم والأب بدل ما تكون أغاني نخليها في صيغة أناشيد كويس. فأنا بنوع ما بين المدح، ما بين مثلا بنشد للأم للأب لمصر، حاجات كتيرة يعني. فنبدأ بسيدنا النبي، نبدأ بالمدح إن شاء الله، وبعدين نشوف الأب والأم إن شاء الله. ماشي، هنبدأ بالمسك وفاح. بسم الله. بسم الله. المسك وفاح، المسك وفاح، لما ذكرنا رسول الله والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، أشكلي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله، أشكلي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، يا صاحب القبة الخضراء، الله الله، هل علينا بالنظرة، الله الله، يا صاحب القبة الخضراء، الله الله، هل علينا، هل علينا، هل علينا بالنظرة، هز الهلال يا أبا الزهراء، واعطي لكل محب منى. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء،
ست الكريمة بنت الزهرة، الله الله عالية المقام نظرة يا طهرة، الله الله ست الكريمة بنت الزهرة، الله الله عالية المقام نظرة يا طهرة، جودي علينا بالنظرة، جودي علينا بالنظرة، بجاه جدك رسول الله، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، في ناس من الحب بحيرة، الله الله، وناس من الحب بغيرة، الله الله، في ناس من الحب بحيرة، الله الله، وناس من الحب بغيرة، وناس ماليها تسعيرة، وناس ماليها تسعيرة، وحبابه في الفردوس ويا، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. ما شاء الله تبارك الله، ايه الجمال ده ما شاء الله. الله يرضى عنك. المسك فاح والنور لاح عند ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بحب رسول الله، واجعلنا من أهل وداد رسول الله، آمين يا رب العالمين.